تفاصيل واخبار كتير كمان بتخص المران الاول للنادي الاهلي هناك في كينشاسا، واولى استعدادات النادي الاهلي لهذه المباراه. علشان كده خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي ومرافق بعثه الفريق هناك في الكونغو عشان نطمن من خلاله على كل الامور اللي بتتعلق بمران الاهلي الاول قبل هذه المباراه الهامه. يا كريم الحمد لله على السلامه الاول وتحياتي ليك. الله يسلمك. طبعا برحب بيك في البدايه زميلي العزيز امير هشام، كل التحيه ليك ولكل جمهور النادي الاهلي. اهلا بيك يا كريم، طمنا بقى على كل الاخبار اللي بتخص الاهلي من ساعه ما وصلته بالسلامه امبارح لحد انتهاء مران الاهلي الاول يا كريم. هبدا معاك زميلي امير بانطلاقنا من مطار القاهره. يمكن الرحله كانت 2:30 ظهرا، الرحله استغرقت 6 ساعات على متن طائره خاصه طبعا، والدور الايجابي والكبير جدا اللي بيقوم بيه مجلس اداره النادي الاهلي وتوفير المناخ الطيب طائره خاصه ده امر مهم جدا لان الظروف هنا صعبه شويه بالنسبه طبعا للكونغو. يمكن انا كنت متواجد في 2019، طبيعه الجو هنا وطبيعه الحاله المريه هنا بتبقى صعبه جدا جدا. يمكن احنا استغرقنا من مطار كينشاسا حتى فندق الاقامه ساعتين، وده امر يعني مش جديد على لعيبه النادي الاهلي وعلى الجهاز على البعثة بالكامل، لان احنا شفنا هذا الامر في 2019 لما كنا متواجدين في كينشاسا. الحاله المريه صعبه جدا، طبيعه الناس كمان، يمكن النهارده هو ويك اند بالنسبه للكونغو هنا، فيمكن امبارح كانت كل الناس متواجده في الشارع فكانت زحام كبيره جدا. الرطوبه كمان يا امير عاليه جدا، يعني النهارده الرطوبه 86 وتصل ل 87، وده امر صعب جدا اكيد على اللاعبين. ترتان كمان امر اصعب، لان انت عارف يعني الترتان صهد وكمان الشمس والحر والرطوبه امر صعب جدا، لكن بالجديه الكبيره والحماس اللي بنأكد عليها مع لعيبه النادي الاهلي تحت اي ظرف. يعني النادي الاهلي مركز بشكل كبير جدا في هذه المباراه، باذن الله ان شاء الله يستطيع النادي الاهلي ان هو يعدي الخطوه دي، لان لو عديت مباراه فيتا يا امير الخريطه هتتغير خالص والامور هتختلف بشكل كبير جدا. فان شاء الله باذن الله يكون ثقتنا كبيره جدا في لعيبه النادي الاهلي ونقدر نخطي خطوه للامام بنتيجه ايجابيه على فريق فيتا كلاب الكونغولي. مجرد طبعا وصلنا الى فندق الاقامه، الفندق جيد طبعا بالتاكيد مع اختيارات المعتاده بالنسبه للكابتن سمير عدلي والكابتن سيد عبد الحفيظ، وايضا كمان بالتنسيق مع رئيس طبعا نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي عامر فاروق رئيس البعثه ايضا كمان اللي نسق بشكل كبير جدا مع معالي السفير حمدي شعبان اللي كان في استقبالنا في مطار كينشاسا. زي ما بقول لك يمكن كل السفاره بشكل كامل عملت اللي عليها، لكن هو الجو كده والطبيعه كده والزحام كده، لكن الحمد لله قدرنا ان احنا نوصل الى فندق الاقامه. خلاص الامور خلاص انتهى بقى بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، مجرد الوصول للفندق على طول الى العشاء ومجرد على الغرف مباشره، وبدا اليوم النهارده يا امير بدايه طبعا صباحا احنا متعودين ان بيكون في فطار وغدا، لكن مع قرب الوقت وضيق الوقت وان المباراه هتكون 2 ظهرا بتوقيت كينشاسا، فيمكن الجهاز الطبي ايضا كمان قرر ان يكون الغدا والفطار تمام الساعه 11، يعني ما بقاش في 11 مثلا فطار ثم واحده يكون غدا، لان انت عارف هنكون متواجدين في الملعب ملعب الشهداء الساعه قبل المباراه طبعا بساعه ونص، وقبل انطلاق المباراه في ساعه ونص. فيمكن النهارده كان الغداء والفطار مع بعض الساعه 11، محاضره فنيه قبل انطلاقنا الى ملعب الشهداء لاستقبل المباراه كانت واحده دورا، وواحده ونص توجهنا الى ملعب الشهداء. 2 بدا التدريب بمحاضره سريعه جدا طبعا كانت تحفيزيه بشكل كبير جدا من الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي اكد بشخصيتنا وبمجهودنا وبعزيمتنا وباصرارنا نقدر ان احنا نعدي هذه المباراه، ويمكن ذكر اللاعبين بالتركيز الكبير جدا اللي كان في مباراه الوداد، قال نفس التركيز ده لو فضلنا عليه لغايه يوم المباراه ان شاء الله باذن الله نقدر نتغلب على كل الظروف اللي بتقابل لفريق النادي الاهلي. الظرف الكبير جدا يا امير طبعا هي الرطوبه، رطوبه عاليه جدا يمكن أسوأ كمان من تنزانيا سيمبا للتنزاني، يمكن سيمبا تنزانيا يمكن كانت الرطوبه عاليه لكن هنا الامر صعب شويه، لكن النادي الاهلي متعود على هذا الامر ومش هنقول اعذار على قد ما هنقول ان احنا لعبتنا رجاله وتقدر ان هي في اي ظرف وتحت اي ظرف تقدر تتخطى مباراه فيتا كلاب الكونغولي. عايز اكلمك على المران بشكل عام، النهارده بيتسو موسيماني جرعه كانت قويه جدا بالنسبه للاعبين في درجه حراره عاليه وصلت الى 34 درجه مئويه. طبعا النهارده للتدريب تكتيك بشكل كبير جدا، لكن عايز اتكلم على الحماس والجديه الكبيره اللي احنا شفناها في التدريب. حصل كده يمكن صدام محمد هاني وصلاح محسن زي ما بنأكد كل مره امير، يعني الجديه الكبيره والحماس وكل واحد عايز يثبت نفسه وكل واحد عايز يكون له دور في هذه المباراه بتنعكس على اللاعبين في الملعب، وده امر مهم جدا. كره كده يمكن كره مشتركه طبعا مع الجديه الكبيره جدا، يعني كدمه في راس محمد هاني، مباشره تدخل لطبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله قام باسعافه طبعا وطمنا على محمد هاني ويكون متواجد ان شاء الله ويشارك في تدريب الجد، وفرص ان شاء الله كبيره جدا يكون متواجد في المباراه لكون يوم الثلاثاء. يعني كمان عايز اكلمك على طاهر محمد طاهر وعمر السلية، ناكد على النقطه دي الاول. محمد دهاني ان شاء الله باذن الله يلعب المباراه بشكل طبيعي، مفيش اي مشكله خالص بعد الخبطه القويه النهارده في المباراه.
هيشارك ان شاء الله في التدريب الغد وباذن الله يكون جاهز لمباراه الثلاثاء. عايز اكلمك كمان على عمرو السوليه وطاهر محمد طاهر النهارده يمكن ما شاركوش في التدريب، لكن يعني في تحفظ كده عليهم، لكن ما فيش اي حاجه بالنسبه، ما فيش اي اصابه، ما فيش اي امور، هيكونوا متواجدين في تدريب الغد بكل جديه وبكل قوه، وايضا كمان فرصهم كبيره جدا ان هم يكونوا متواجدين في المباراه. ما فيش اي حاجه بطمنك على طاهر وعمرو السوليه بالتحديد. يمكن طيب الناس هتقول لهم طاهر احنا عارفين ان هو عنده رؤيه جهاز فني ورؤيه جهاز طبي. طاهر احنا عارفين ان هو عنده اجهاد عام، يعني اجهاد عضلي تمام عام، تمام. بالتالي بيتم تجهيزه. السوليه بقى موقفه ايه، مشكلته بالظبط، بالتالي بالظبط يعني على المشاركه في نفس الامر برضو. يمكن السوليه ما بيشتكيش من اي اصابه من اي شيء. نفس الامر، يمكن الاجهاد وكمان يمكن الرطوبه. وصلنا هنا لعيبه يمكن طبعا الرحله يمكن ما كانتش طويله شويه، وكده بقول لك الطياره الخاصه يمكن ساعدت اللاعبين بشكل كبير ان ما يبقاش في رحله شاقه، لكن بقول لك يمكن في تاني بشكل كبير، ويبقى رؤيه الجهاز الطبي والجهاز الفني بيريح بعض اللعيبه، لكن هيكونوا متواجدين. وباكد لك على السوليه وطاهر محمد طاهر ان شاء الله يكونوا متواجدين ويكونوا كمان موفقين في المباراه في حال تواجدهم في المباراه او على او في القائمه بشكل عام. كمان محمد مجدي قفشه يمكن حالته امبارح كده مع الضغط، وممكن اللعيبه يمكن اتمرنت 9 الصبح، وكمان الطائره والجو كان حر جدا، يعني حالته كده شعر بدوار بسيط جدا، لكن ادى مران جامد جدا وقوي جدا النهارده. محمد مجدي قفشه طمنا عليه النهارده من ايضا طبيب النادي الاهلي. كلها اصابات بسيطه يا امير او كلها اجهادات، لكن ان شاء الله باذن الله كل اللعيبه دي تكون متواجده. انت عارف يمكن الكاف بيدي تدريبين على الملعب الترتان، النهارده كان اليوم الاول لفريق النادي الاهلي، وغدا هيكون بقى التدريب الاخير والرئيسي لفريق النادي الاهلي على ملعب الشهداء. لكن كمان عايز اكلمك على الجدول الخاص بغدا، يمكن غدا هيكون 10 صباحا هو مؤتمر صحفي طبعا لبيتسو موسيماني كالعاده في ملعب الشهداء، 11 صباحا هيكون الاجتماع الفني، ومن بعدها 2 ظهرا ميعاد المباراه وهو ميعاد تدريب فريق النادي الاهلي الاخير. الامور الحمد لله امير ماشيه بشكل مطمئن ومميز جدا لفريق النادي الاهلي. بنتمنى كمان يستمر هذا الامر وتستمر الجديه الكبيره اللي فيها لعيبه النادي الاهلي حتى يوم المباراه. كمان عشان ما انساش يمكن الساعه 12 ظهرا بتوقيت كينشاسا كل اللاعبين والبعثه بالكامل اجرت المسحه الطبيه. يا رب ان شاء الله باذن الله نطمن على كل اللعيبه يعني في خلال ساعات، او ان شاء الله يكون صباحا النتيجه تكون ظاهره للجهاز الفني وبعثه النادي الاهلي بالكامل. يا رب ان شاء الله كل الامور تكون طيبه لفريق النادي الاهلي. حاله كبيره من التركيز يا امير وحاله اصرار بنشوفها في لعيبه النادي الاهلي، الكل بيتكلم عن اهميه المباراه، جمهور النادي الاهلي بيساند وبيدعم بشكل كبير جدا، وده واصل للعيبه. ده اللي بنتمناه وبنامله ان اللعيبه يكون حاطه هدف كبير جدا قدامها، ان جمهور النادي الاهلي عارف اهميه المباراه، مساندته مهمه جدا، لان دي مرحله محتاجه تكاتف كبير جدا، محتاجه انكار ذات من اللعيبه ومن كل القائمه ومن كل الجهاز الفني. يا رب امير ان شاء الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي، ويستطيع النادي الاهلي انه ياخذ خطوه الى الامام ويفوز على فيتا كلوب الكونغولي. انا معاك يا امير لو في اي استفسار. طيب عايز اسال سؤالين يا كريم، الملامح الخاصه بمران النهارده ايه الجوانب اللي ركز عليها مستر بيتسو موسيماني في المران الاول ليه هناك في الكونغو، والانطباعات الاوليه عن ملعب المباراه؟ احنا عارفين ملعب ترتان، لكن برضو في انواع من الترتان، هل ترتان نوعه جيد ولا برضو الانطباعات ايه بالنسبه للجهاز الفني يعني واللاعبين؟ يعني اقدر اقول لك لو في البدايه بكلمك على الملعب، يعني هو ترتان بس ترتان قديم، وده يمكن امر صعب شويه، يعني لو ده لو ترتان جديد الموضوع ممكن كان يكون مختلف مع لعيبه النادي الاهلي هي تبقى مشكله، لكن يعني النهارده نقدر نقول اللعيبه داست على الملعب كده في كل اطراف الملعب، حاولت تاخد الانطباع. انت عارف طبعا يعني الملعب الترتان بيسبب كدمات قويه جدا في الركبه والانكل كمان، بيكون فيه يعني حرص كبير جدا لعيبه النادي الاهلي في الترنات، لكن يعني الملعب نقدر نقول مش بشكل جيد، لكن ترتان قديم ليه تاثير كبير على لعيبه النادي الاهلي. لكن النهارده الحقيقه يمكن كل لعيبه النادي الاهلي حاولت ان هي تعمل كل الامور الخاصه بالترتان، التاكلينج كان متواجد، الاشتراكات الالتحامات، بتحاول لعيبه النادي الاهلي تتاقلم بكره كمان جرعه التدريبيه تكون جيده وتتاقلم بيها النادي الاهلي وبيتسو موسيماني على هذا الملعب. النهارده يمكن امير التدريب بشكل عام بيتسو موسيماني بعد اهدار الفرص الكبير اللي اهداره للنادي الاهلي بيركز برده على انصاف الفرص واستغلال الفرص والشوتنج على المرمى، وتقسيمه كان فيها تكتيك بشكل كبير جدا. مش هنقدر نقول التشكيل، لان الراجل النهارده ما كانش فيه اي ملامح للتشكيل، الراجل حاول يعمل تقسيمه بطول الملعب، كل اللعيبه اجتهدت بشكل كبير جدا فيها، الراجل اكيد عارف وعارف مين العناصر اللي هتكون مشاركه، لكن الراجل النهارده كان في بعض المتواجدين طبعا في ملعب الشهداء، يمكن بعض الناس كانت بتحاول تصور، بعض الناس بتطلع موبايلات عايزه تصور، فيمكن الراجل كان حريص النهارده، لكن بكره هيكون غلق تام للمران 15 دقيقه كالعاده. طبعا لوائح الكاف لكل وسائل الاعلام هنا، ومن بعدها مباشره يستطيع النادي الاهلي ياخد 60 دقيقه كعادته طبعا في ملعب الشهداء. يا رب امير ان شاء الله باذن الله لاعبتنا تكون مركزه بشكل كبير جدا وفي قمه تركيزها، وزي ما كابتن سيد عبد الحفيظ قال واخد من كلامه، بشخصيتنا وبعزيمتنا الكبيره نقدر ان احنا نعدي كل الصعاب ونعدي الرطوبه ونعدي الجو ونعدي الترتان، ونقدر ان شاء الله ان احنا نرجع معانا 3 نقاط هيكونوا مهمين جدا 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 في مشوار النادي الاهلي نحو الحفاظ على لقب البطوله العاشره اللي بنتمنى ان شاء الله باذن الله يكون في دولاب بطولات النادي الاهلي.
بإذن الله نقدر يا كريم. أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم أحمد مراسل قناة الأهلي المميز اللي كان معانا على الهواء مباشرة من الكونغو، وطمنا بشكل كبير جدا على كل الأمور اللي بتتعلق بالنادي الأهلي.